الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الآباء الأفاضل، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر لإخواننا الذين استضافونا في هذا المكان المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى، ونشكر جميع الناس الذين حضروا إلينا، ونخص بالشكر الأجهزة الأمنية من الشرطة والأمن، ودائما هم يدعمون مسيرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسمع لهم وأن نطيع وأن ندعو لهم بالخير وأن نتعاون معهم على ذلك. وده دين بن دينبيه ربنا سبحانه وتعالى، ما بنقوله خوفا من ابن آدم مهما كان، ولكن دي عبادة. زي ما ربنا أمرنا بالصلاة والصيام، كذلك أمرنا بتوقير واحترام الحاكم وسماع أمره ما كان في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فجزاهم الله خير على هذه الوقفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناته. أنا يكون ما يمكن يكون عندي كلام كثير بعد كلام إخواننا وبيانهم. وربنا سبحانه وتعالى مدح المؤمنين إنهم ناس بتاعين حق. شوف المسلم، ربنا أمره يقول الحق. المسلم ما ظل بتاع لولوة، اللولوة دي حقة المنافقين. المؤمن كلام واحد، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ومثل المنافق كالشاة العائرة ترعى بين غنمين تأوي إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. المسلم كلام واحد، كلام نجيط، كلام بالأدلة من الكتاب ومن السنة. لماذا؟ لأنه أنت ربنا سبحانه وتعالى بيسألك عن أي عمل أنت بتتقرب به لله. مشيت الجامع العصر، ربنا بيسألك صليت العصر ليه؟ صليت العصر كيف؟ صليت العصر لمنه؟ بيسألك. لابد يكون عندك إجابة من الكتاب ومن السنة. أنت بتنجو قدام ربنا سبحانه وتعالى، وده خلاصة الكلام الدارين نوصله للناس. عندك عبادة داير ربنا يديك فيها أجر في الدنيا، وتلقى بعدين يوم القيامة ربنا يكتب لك حسنات تدخل بها الجنة، لابد يكون على ختم النبي عليه الصلاة والسلام. ده خلاصة الكلام، وعلى ذلك أدلة. شكده ربنا ذكر لك موقف يوم القيامة. في الدنيا هنا الناس عندها طرق وعندها جماعات وعندها ده زولي وده ما زولي، ده في الدنيا هنا بتلعب. لكن أمشي أرجع القرآن، سورة الفرقان بعد سورة النور، طوالي بتلقى سورة الفرقان. ربنا حكى لك مشهد من مشاهد الآخرة، بتلقاه قدام يدخلوك والدلاحات، تلاقي اللي بتلاقيه من صالح أو سيء ومما يكتبه الله عليك. بعد ذاك بتقوم لربنا سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ربنا قال للناس اتقوا الساعة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها. لما الناس تشوف الآخرة إن الناس ما بتلعب، لكن لما يكون يوم القيامة ربنا قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. اتخيل اليوم ذاك من شدة المرل بترضع بتنسى جناها وبتجدع وبتمش. ليه؟ لأنه اليوم ذاك صعب. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. لو في مرة حامل يوم القيامة والقيامة قامت عليها، الحمل بتاعها بينزل. ليه؟ لأنه الساعة شديدة.
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. تشوف الزول تصرفاته زيل بيكون سكران. ربنا قال وما هم بسكارى وما شرب له مريسة ولا حاجة الله يكرمك، لكن السبب شنو؟ ربنا قال ولكن عذاب الله شنو؟ شديد. عشان كده نحن خايفين على الناس. كلام أخواننا ده إحنا عارفين إنه حار، حار جدا، وأي زول عنده عقيدة الكلام ده تلقاه بيتمحرك فوقه. لكن إذا ما وروك زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام وراك، قال لقد جئتكم بها بيضاء نقية. النبي صلى الله عليه وسلم ما دس حاجة، وقال ده جايك له، فهمت؟ عشان ما تتورط، لأنه في ناس بيتورط. بعد ذاك يوم القيامة بيقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. عشان كده ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه. وده مشهد من مشاهد الآخرة، الآخرة شديدة من شدتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة، حديث عائشة في البخاري ومسلم، قال حفاة عراة غرلا، يعني ما مختون، حفيان عريان زي ما مركت من بطن أمك وما مختون. فقالت أم المؤمنين عائشة الرجال والنساء، بالله شوف العفة دي كيف، رضي الله عنها وأرضاها، قالت لو الرجال والنسوان في يوم القيامة كلهم واقفين في محل واحد ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أعظم من ذاك يا عائشة. قال لها الموضوع أكبر من كده، ما في زول بيقدر يعاين لواحد تاني. ربنا قال يوم يفر المرء، مش ربنا قال أي أزوغ، مش الناس كتار أسي في الجوطة، أسي لو حصل الجوطة أنا ممكن أزوغ، صح؟ ربنا قال لك يوم القيامة ما في زول بيزوغ، ما بتزوغ، بتفر بتجر. ربنا قال يوم يفر المرء من أخيه، ده أخوك، وأمه، دي أمك، وأبيه. أبوك يقول لك يا ولد أديني حسن الليلة، في الدنيا أنا كسيتك وعرقتك وربيتك وعرست لك وبقيت عيان شلتك في ظهري لغاية ما ظهري وقع، يا ولدي حسنة واحدة بس ميزاني ده يتقل أخش الجنة. ما بتقول لأبوي والله طبعا أنت غدرك كبير طبعا، لكن ده يوم القيامة ما بتتكلم معه ذاته. ربنا قال يوم جنوه، يوم يفر. في ناس الليلة الغران الواضح ده غاشينهم، يقول له لو بقيت معي في الطريقة بدخلك الجنة، وربنا قال لك يوم يفر. تمشي يوم القيامة تفتش عليه تقول وينه، وربنا قال لك من أمك بتفر، تقعد تباري ليه الشيخ؟ ربنا قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عشان كده ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه، بيعض على يدينه من الندم والحسرة. عشان كده اوعى تلعب في دينك. أسي الليلة لو دار تشتري طماطم ولا لحمة ولا خروف الضحية ولا حاجات رمضان، يقول لك كده أقلبها بيجاي طماطم دي كنت تكون معفنة، ولك القفة دي تحت يمكن تكون خدت فيها برسيم ولا حاجة عشان تغشني مكبرة لي. ده في الدنيا بلعب، ما بيرضى اللعب في الدنيا، كيف في دينك ترضى باللعب؟ عشان كده ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه. العلماء قالوا مش بيعض كده، قالوا بياكل يده لحد ما يحصل هنا المرفق. ويوم يعض الظالم على يديه بياكل يده، يقول يا ليتني، يا ريت، بيقعد يجرس، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريت طريقتي دي كانت حقة الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ويلتا بتحسر، ليتني لم اتخذ فلانا. وربنا جاب لك فلانا عامة عشان تدخل فوق الزول الورطك. ما في ناس بورطوك، يقول لك شفت الورد ده؟ ها؟ امسك فيه قوي، يوم القيامة بنجي كلنا بندقش الصراط، اوووك باب نخش الجنة. ربنا جاب لك فلانا ده اللي بيورطك، ده شغال يورط في المسلمين. ها؟ ليت يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، صاحب يعني. مالك؟
في الدنيا كنت لو سمعت زول بيتكلم فوق وبيجر عكازك وبيطلع السكين وبيزبط، ولما انت تشوف الشيخ تجدع النعلات وبتحبله وما بتقعد جنبه في الكرسي، ها بتقعد له في الواطة الليلة في الآخرة مالك بتتشاكل معه. ما سؤال؟ ها ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر القرآن بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شما تتورط، القرآن ما خلى لك حاجة، ربنا سبحانه وتعالى ما وكل بني آدم بحاجة من حوائجك، عيان، مرتك ما ولدت، داير نجاح، داير علاج، داير أي حاجة، تتوجه للقوي. العباد دي كلهم ضعاف، واحد يقول لك احنا شيخنا، وشيخنا طار، وشيخنا طلع شنبه، وشيخنا طلع مويه، وشيخنا وشيخنا. ربنا قال ان الذين تدعون من دون الله، الشيوخ ديل الله ولا دون الله؟ يا رجال اسالكم، الشيوخ ديل الله ولا دون الله؟ دون الله. ربنا سبحانه وتعالى قال ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، بني ادم زيك. عشان كده ربنا قال ما المسيح، انا اللي بتكلم عنهم ديل تتوليه وبالقران انت بتغالطني بالعكاز انه ولي، وانا عندي لك قران، وبعد ذاك بنتلاقى يوم القيامه. انت ده ولي بتاعك ده بتاع عكاز ساكن، والله ده ولي عكاز. يقول لك ولي يا زول جيب دليل، لا ولي انت قال ادب ولا شو، ولي يا زول ده ولي عكاز ساي، انا بديك ولايه بالقران. ربنا قال ما المسيح، ده في سوره المائده، الايات اللي بقولها لك دي بعدين امشي افتح المصحف، افتح يمكن تهتدي، فهمت؟ قال ربنا قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، زي وزي المرسلين اللي قبله. ربنا قال وأمه صديقة، أها الآية قالت شنو؟ ربنا قال كانا يأكلان الطعام، بيأكل عيسى ابن مريم صالح رسول من أهل الجنة ما في شك، وأم مريم عليها السلام من أهل الجنة ما في شك. ربنا رضى عنا، ربنا قال لك مع انه انا رضيت عنهم ومع انهم من اهل الجنه ومع انهم اولياء ومع انهم صالحين، لكن بياكلوا الطعام. معناه شنو يعني؟ العلماء قالوا زول اللي بياكل الطعام بيمرقوا، شيخك ده ممكن ياكل له شطه تعمل له وجع بطن الابريق ورا الابريق، وماسك سروال وجاري الحمام، وده يقول لك ابويا الشيخ كبير، ابويا الشيخ بيجيني في الشدايد، يا زول ده بيجري الحمام الله يهديك، ده زول في بطنه زي اللي في بطنك، تتذلل له ليه؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يؤفكون. بعدين انت داير يوم القيامه ينفعك، ربنا قال لك يوم القيامه ما بينفعك، انا بديك مواقف ربنا ذكرها في القران عشان بعدين ما تمسك لك طريقه ساكت ولا تعلق لك حجباز ساي. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر، جو عشرة أنفر دارين يخشوا الإسلام يبايعوا، النبي عليه الصلاة والسلام بايع تسعة وخلى واحد، قالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا، يعني ليه بايعت التسعة دين وخليت ده مع إنهم العشرة كلهم دارين يخشوا الإسلام؟ قال إن عليه تميمة، تميمة دي شنو؟ دي الحجاب. قال فأدخل الرجل يده فقطعها فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال، قال منو؟ قلت أنا، قال منو؟ قال الإمام مالك، قال منو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. وإنت لو دار تقابل الله وعملت شيء من الحاجات دي الإسم شرك، ربنا ما بيقبل منك أي شيء. ربنا سبحانه وتعالى قال لأفضل الأنبياء منو يا أخواننا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا قال في سورة الزمر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. طيب ليه الكلام كله يا اخواننا دائما تركيز الدعاة دعاة التوحيد؟ ليه بكون دائما عن التوحيد؟ لأن اخواننا ده من اجل ربنا خلقنا، ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الشيء الثاني لانه لو جيت باعمال صالحه كثيره وجيت لي الله بالشرك ربنا بيحبط ذنوبك دي كلها. الشرك ده زي شنو يا اخوان؟ زي الزول عنده برميل بتاع مويه كشحت فيه مانجا تشربها عادي، كشحت فوقها جرد الموز تشربها عادي، كشحت فيها لبن ممكن شويه كده تاخذ لك وقفه لكن برضه بتشربها، لكن بس جبت لك نصيصي بس بتاع صبغه بتشربها. البرميل ده بقى اسمه شنو؟ بقى اسمه سموش، ده الشرك. طيب ليه الشرك ده ربنا حرمه؟ لانه ربنا خلق السماء براه والواطه براه وخلقنا براه والاشجار براه واي حاجه خلق لنا الله. لما نجي نشكر، نشكر الخلق الحاجات دي ولا نشكر الضعيف؟ مش عندنا مثل سوداني يقول لك الخيل تجقلب وشنو؟ والشكر ليه حماد؟ مش في مثل زي ده؟ يقول لك الخيل تجقلب والشكر ليه حماد؟ ابن ادم ما بيرضى الشرك في حقه، ما بيرضى. كيف ترضى في حق ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان كده ابراهيم عليه السلام قال فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي هو يميتني ثم يحيين والذي اطمع، شوف دي كلها بيعملها الله، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا قال وأزلفت الجنة زينت وقربت وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. الآية دي في سورة الشعراء ربنا قال وقيل لهم، ديل منو ديل؟ ديل أهل النار. ربنا سبحانه وتعالى بيقرعهم ويوبخهم. ربنا يقول أينما كنتم تعبدون، وين شيخك اللي كنت بتناديه كتب لك الحجاب وقرا لك ورقد لك الخيرة وينو؟ ده ما يوم القيامة، ده سؤال ربنا. تقال الكلام ساي، أينما كنتم تعبدون من دون الله. هنا هو ذاته بقول شنو؟ قالوا ضلوا عنا، ما شايف النوم يا الله. ربنا قال وشهدوا قالوا أينما كنتم تعبدون هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ ربنا قال فكبكبوا فيها. الكبكبوا فيها دي شنو؟ دي جهنم. هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. يلا ده مشهد ثاني ربنا حكاه لك. ربنا قال قالوا وهم فيها، في الدنيا بدافعوا لبعض وبيزعلوا لبعض وعندهم طريقة وأذكار وبلاوي ومشاكل، هناك في الآخرة بيحصل شنو؟ ربنا قال هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ ربنا قال فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. قالوا والله، بعدين حلف بالله، وفي الدنيا هنا ما كان بيحلف بالله، كان بيحلف بالفقراء والفكية والفكي فلان، وكان جابوا سرق حاجة يقول لك الكتاب الحكومة ده القرآن، شوف الزول ده بيستهتر به كيف، يقول لك ده دقوا عادي ما بيجيك حاجة، لكن الكتاب بتاع الشيخ أوعك تقرب إيدك، والله يقول لك أوعى، القرآن كلام الله استهتروا به، والشرك يخافوا منه. هنا ده في الدنيا، لكن في الآخرة وقت لقى الشغل حق بقى يحلف بالله براو، الناس كلهم زاغوا منه. قالوا تالله، قال له والله، شوف على قال الحسرة دي كيف، احنا خايفين على الناس يقعوا يتورطوا في الحسرة دي. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين، قال له والله احنا كنا ضالين ضلال،
إذ نسويكم برب العالمين. نمشي لكم نطلب منكم تكتبوا لنا وتسووا تسووا. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين، ما في ناس يشفعوا لنا، ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. ربنا قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ولذلك رسالتنا للناس يا أخواننا، خلي عقلك يا أخواننا متفتح، أفتح قلبك لكلام الله. الكلام اللي بقوله لك إنه ده قرآن، يمكن أكون أنا كذاب، بعدين أمشي أفتح المصحف اللي قلنا لك في سورة الفرقان وسورة الشعراء، أقرأ بالراحة كده وأقرأ براك بمزاج، أفتح كتاب الله شوف كلام الله ده بيتكلم عن شنو، شوف القرآن ده بيعلقك بمنه، فهمت؟ عشان أنت تكون مهتدي. وإذا ما سمعت الكلام وسمعت كلام الناس، في ناس بيقول لك والله كلامك حق، لكن يا أخي الناس دي ما بريحونا، يقول لك الناس دي بيتكلموا فينا في الحلة ما بريحونا، يقول لك الناس دي لسانهم كعب يا أخ ما بخلوني. ما تشتغل بالناس، اشتغلت بالناس انت بتتورط. داك ما قال ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ورطه اشتغل بالناس. ولذلك ما تشتغل بإنسان، اجعل كلامك، الله قال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، انت ان شاء الله تكون من الناجين. والكلام في هذا الباب يطول والأدلة كثيرة، لكن بعض الأسئلة ان شاء الله يجاوب عليه. إن الله في السماء قبل ما يخلق السماء والأرض كان وين؟ طيب لما نقول يا أخواننا الله في السماء، ما تخد في راسك وفي ذهنك إنه الله زيك. الله ما زيك، ربنا قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ربنا قال قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله ما زيك، الله في السماء أي فوق السماء. طيب السؤال، ربنا قبل ما يخلق السماء والأرض الله كان وين؟ الكلام جاوب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخوانا إذا زول ما كفاه كلام الرسول تقدر تقنعه؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم جاوب لما سئل أين كان الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. الله كان في ربنا سبحانه وتعالى وقبل ما يخلق السماء والأرض، لكن يعلم الله سبحانه وتعالى الكيف والحقيقة. فأنت إذا سألوك تقول بجواب الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. يعني أخواننا ربنا سبحانه وتعالى موجود قبل ما يخلق السماوات والأرض، عشان ما تكون أنت، عشان ما تلخبط عليك، في زول حتلخبط عليه يقول لك يا الكلام ده أنا ما فهمته. طيب سؤال، السماء والأرض ربنا سبحانه وتعالى كان قبلين ولا هن كان قبل ربنا سبحانه وتعالى؟ ها؟ كان قبل ربنا ولا الله كان قبلني؟ ربنا سبحانه وتعالى كان قبلني، عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم جاوب لك، قال لك كان الله ولم يكن شيء غيره. وفي سورة هود ربنا قال وكان عرشه على الماء. ده في سورة هود. أسي جيب مصحف نفتح لك، أسي ده جيب مصحف، فهمت؟ الناس ما تكورك صحيح. طيب قال الآيات الذكرة ذكرتها، يعني قال دي آيات نزلت في المشركين اللي بيعبدوا الأصنام. يا أخواننا نحن مشكلتنا ما إنك تعبد منو، يعني ما بزول يتشاكل معك يقول لك، يعني تقول له اسمع نحن خلاص شيخنا خليناه الرسول كيف، ما الموضوع كده يا أخواننا؟ العبادة حقت منو؟ حقت الله. أديت لمخلوق غير ربنا ده الشرك. الدليل حديث معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. وشوف تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، كان بيركب الحمار، لو سأل الله يديه دابة
كان ربنا ممكن يديه ان شاء الله اي عربيه ذاته في الزمن ذاك ربنا ما بيجيبها له، بيجيبها له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم متواضع، الليله تلقى شيخ مدلك ايده كده وتوضي له وانت كرعينه بعد ما هو يتوضى وما بيتواضع عليك، فهمت؟ نواصل في الحديث. معاذ بن جبل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ أو تدري ما حق الله على العباد؟ يعني مثلا أنا أقول لك الموبايل ده حقي، جزل شال الموبايل وادي لي الشيخ شيخ مصطفى مثلا، ده أخواننا ظلم لي ولا ما ظلم؟ العبادة حقت منو؟ حقت الله. أديت للأصنام ظلم ولا ما ظلم؟ أديت للرسل والأنبياء ظلم ولا ما ظلم؟ أديت للملائكة ظلم ولا ما ظلم؟ ما بيرضوا. عشان كده ربنا بيسأل الرسل، بيسأل عيسى ابن مريم إذ قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فقال ده ما حقي. العبادة حقت من يا أخواننا؟ حقت الله. يبقى لما نقول حق الله ما يدوه لعبد الله، الكلام ده فيه حاجة؟ ها؟ أسي مثلا زول جزول هنا أدو أمانة، قال لي خمشي لفلان تلقاه مثلا في السوق الدكان بتاعه ناصي، أديه الأمانة دي. شال الأمانة ومسك عنده، قلنا له يا زول أدي الزول أمانته، نبزنا ذاك؟ ما نبزناه. العبادة حقت منو؟ حقت الله. أدوا الله حقه العبادة، أدوها لله. ده الموضوع كده. طيب فكونه يقول نزلت في المشركين، المشركين عملوا شنو؟ شوف سبحان الله، أسي لو جيت قلت لزول العبادة معناها شنو؟ يقول لك معناها ما تسجد للصنم ولا تعبد ولا كده، كويس. ولا إله إلا الله معناها شنو؟ يقول لك معناها إنه الكون خلقه الله وكده، ده جزء من معناه، لكن ده ما معناه الحقيقي. ليه؟ لأنه أبو جهل كان عارف المعنى ده وبعد ده ما مسلم. ولا أبو جهل مسلم؟ ما مسلم. أبو جهل ربنا في القرآن قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون منه. اللي بيقول ده منه؟ ده الصحابة ولا المشركين؟ ده المشركين. يبقى كونك تكون عارف إنه الله خلقنا براه ما كفاية، لغاية ما تعمل العبادة كلها لله وتخلي المخلوقين ما تديهم أي حاجة، دي العبادة، كويس. ولذلك يا أخواننا يعني الآيات دي، الآيات أي زول عمل معين بتنزل فيه الآيات، ولو أي زول قال دي حقة النازل نحن ما نازلة فينا، كويس. سورة آل عمران، آل عمران معناها شنو؟ معناها أهل، أهل عمران يعني. آل عمران معناها أهل، الآل هم الأهل. نقول نحن أخواننا آل عمران ولا نحن سودانيين؟ سودانيين. نقول آل عمران دي خلوها علينا بعيد. سورة إبراهيم، نحن قوم إبراهيم، نحن قوم منه محمد صلى الله عليه وسلم. سورة إبراهيم دي شنو؟ شلوها بعيد. طيب سورة النساء دي ما مع الرجال، دي حقة النسوان براين. ثاني سورة مريم دي حقت أم عيسى عليهما السلام، ما حقتنا نحن، أمرقوها برا. المصحف فضل فيه شنو؟ ها؟ فضل فيه شنو المصحف؟ ولذلك يا أخواننا الآية دي، شوف الآية، وإن كانت نزلت زمان لكن العلماء بقول لك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني أي زول يعمل العمل ده بينزل، بتنزل فوق الآية. أي زول بيعمل العمل ده تنزل فوقه شنو؟ الآية. السحر كان في زمن سليمان. طيب الليلة لو زول عمل سحر نقول لا لا لا، زول ده كلامه كويس، لأنه الآيات دي نزلت شنو؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. نقول خلاص الآيات دي خاصة بسليمان عليه السلام، ونحن كأمة محمدية نسحر، نكتب حجاب محبة، حجاب أي حاجة. نقول كده؟ ما بنقول كده. فيبقى الآيات اللي بتنزل في زول نقول نزلت في الزول لشنو؟ لأنه عمل مخالف للدين. أي زول يعمل العمل ده تنزل فوق الآية. طيب قال طيب سؤال إذا كلام في الحق لماذا تأتي بالأفراد والأجهزة الأمنية؟ والشيخ أحمد داود قال أخذ 4 أيام، شنو كده؟
يا اخي نحن شوف انت مكلف تطيع الحاكم، الحاكم قال لك دار تشتغل شغل تجي تستاذن منه عشان ما تكون البلد فوضى، فهمت؟ فدخل لي وبيجاني احمد داود غيره والسائل اذا ما جاب اسمه نحن ما كان جبنا اسمه، فهمت؟ ما عندنا مشكله انه الناس تمشي للاجهزه الامنيه وتعقد زي ده، الناس كلها تقعد دايره الحق، نجيب الكتب ونقعد معاه، وبعد ذاك الزول ان شاء الله الناس بيعرفوا الايات وبيعرفوا الادله، وزي ما قالوا الصحابه قالوا ان على الحق لنورا. انت بعض مرات قد تكون شنو؟ ما قاري قران كثير، لكن تسمع الكلام كده تقول ده الحق، ليه؟ لانه الحق فيه نور، فيه نور، انا بربطك بالله، وذاك بيقول لك امسك في الميتين ديل. لا فيه نور يا تو. ربنا قال ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، شوف ربنا اتحداهم بشنو؟ ده سوره الحج. ربنا قال ما بيخلقوا ضبانا يا واحده، ربنا ما تحدى لك ابوك الشيخ قال له اعمل لي دميره ولا اعمل لي بحر ولا ثلاثه منقايات شجر منقى ولا هجليج ولا ثلاثه ناقات ولا اربعه غنمايات، دي كبيره على الشيخ. ربنا قال لك عشان يا اخوانا والله ثاني ما نجيك هنا ولا نتكلم ولا المشايخ ديل ثاني ما بيتكلموا معك، بس دارين بيان بالعمل، المناظره اعملوها لنا بيان بالعمل، نحن ذاته ما دارين نتكلم، الشيخ خليه يتكلم براه بيجيب له طرابيزه والساوند ده بندفعه نحن، كويس؟ جيب له طرابيزه كبيره وتت كلنا بنجي نصورها ونرفع عليه، خليه يجي يخلق لنا ضبانه بس، مش الكواريك دي كلها خليها، قالوا ما قالوا وقلنا خليك ده كله جانب، بس هيجيب ضبانه يخلق لنا. انا ثاني يوم والله اجيب لك نوبه ادق عليك نطتك الاولى لما تحصل الزنك، بس انت خليك نجيب اخلق لي ضبانه. يا اخي ده حق الله يا اخي، ده حق الله. طيب المشركين مشكلتهم في شنو؟ اديك قصه توريك مشكلتهم في شنو. عكرمه ابن ابي جهل، ابو جهل الناس بيعرفوا، عنده ولد اسمه عكرمه. عكرمه اسلم، ابوه مات في غزوه بدر سنه 2 هجريه، اول غزوه. بعد ذاك ولد عكرمه رضي الله عنه اسلم في فتح مكه. لما جاء فتح مكه سبب اسلامه شنو؟ سبب اسلامه انه ركب البحر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فتح مكه قبل ما يسلم قال الزول ده ومعه مجموعه من المشركين، قال لو لقيتهم معلقين باستار الكعبه اقتلهم. لما سمع الكلام قام شنو؟ قام ركب السفينه حتى ينجو بنفسه. فلما ركب السفينه ربنا قال المشركين الاوائل كان لما يرجعوا في الشده وتجيهم مصيبه وامور تضيق بيدعو الله براه، كويس؟ ركبوا السفينه، عكرمه ركب السفينه والموج بقى يلعب بها. عكرمه بقى ينادي جماعه بتاعنه يقول يا اللات يا العزة يا الهبل، في ناس بيقول لك دي اصنام دي صوره. انت قال الصنم ده عباره عن شنو؟ عباره عن صوره لراجل صالح زي ما قال ابن عباس حبر الامه وترجمان القران. صوره. زمان ابو جهل كان عنده موبايل جالكسي عشان يصور شيخه، ولا كان عنده موبايل قنبله؟ ما كان عنده، صح؟ كان عنده شنو؟ كان عنده فرار وحجر، بيقوم بينجر الحجر قريب لصوره شيخه وبيقوم بينده في الشدايد. عكرمة المهم بقى ينده في الشيخ بتاعه ده بيقول يا اللات يا العزة يا منات جوا البحر. واحد من المشركين اللي معاه قال انت ذول بليد ولا شنو؟ ها هنا لا ينجي الا الله. قال له في الشدة دي ما بيمرقك الا الله. اللات ده برا لما تكون الثلاجة ملانة وحاجات رمضان جهزت وكده تنادي اللات، لكن هنا جوا هنا في الزنقة ما بيمرقك الا الله. شوف فكر قال شنو؟ قال انجاني في الشده وقت الكرب ربنا مرقني، وما يمرقني برا لئن انجاني الله لاسلمن مع محمد صلى الله عليه وسلم. زول فاهم ولا ما فاهم؟ يا اخي ربنا مرقك انت زي ما قال لك شيخ يسري، انت جوا بطنك جوا بطن امك كان كاتب لك شنو؟ يا تو حجاب لابسه جوا بطن امك الغذاء يجيك والغذاء دخل جسمك وانت جوا بطن امك بيمرق بشارع ثاني والغذاء بخش لك بشارع ثاني. شوف الكلام ده كيف، وانت بتاكل وبتشرب امك اكلت ما اكلت الا تموت، لكن انت بتشيل من دم ما بيشيل من جسم ما بيشيل. جوا كان حافظك منو؟ ها ربنا حفظك جوا وكنت ضعيف وكنت تمرق برا ما يحفظك؟ يا ناس انتوا بتلعبوا علينا ولا شنو؟
واحد تلقاهم مترز بحجاب حجبات كده بيجاي وبيجاي. ونحن يا زول ربنا قال إن كل نفس لما عليها حافظ. زول يقول لك يا أخدي من القرآن. طيب قلت من القرآن، قول من القرآن. من القرآن بتخش بيها الحمام ولا ما بتخش بيها؟ لما انت دار تتجمر بتخش بالحجاب ولا بتخش؟ يقول لك لا ما قاعد اخش بيها والله، ده قرآن اخش بيه الحمام كيف؟ والحمام ده بيت شنو؟ ده بيت الشياطين ذاته. وانت مركته الحفظك جوا الحمام منه؟ حفظك الله. وطيب لابسها لشنو؟ دي معناها ما شغاله دي والله، معناها تورطها. هو اذا كان انا جوا بيت الشياطين انا ما لابسها، شين فائدتها تاني؟ ما عندها فائده. فهمت؟ اذا قلت لي بخش بها الحمام معناه انت بتلعب بكلام الله، ما بتتفك منها والله. عشان كده زي ما قال لك شيخ يسري الا تنبي الساي، كان لقيت الوهابي والدابي، قلت له الوهابي وخلي الدابي، كان قتلت الدابي برضه ما بخليك، الدابي بيدعو الله براه. فهمت؟ ربنا قال وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. يا اخوانا ده كله لعب ساي، الناس تمسك في ربنا سبحانه وتعالى. طيب قال لا يوجد شرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. الشرك هو شنو؟ ده سؤال. الشرك ده أخواننا في اللغة العلماء قالوا مأخوذ من الضم والنصيب. يعني مثلا أنا وحاج فلان وحاج فلان كنا دارين نعمل لنا بغالة كبيرة، أنا بعمل شنو؟ بجيب شنو؟ جزء، وهو بيجيب جزء، وده بيشيل شنو؟ جزء. بيقوم نعمل لنا شنو؟ نضم اللي بعض ونقسمين علينا. دي اسمها شنو؟ شراكة. مش في الزراعة في ولا ما في؟ في أي حاجة في الشراكة معروف. طيب أنت صليت لربنا سبحانه وتعالى، دي عبادة ولا ما عبادة؟ عبادة. دعيت الله سبحانه وتعالى عبادة ولا ما عبادة؟ عبادة. قمت قلت يا لحق بعيد كده، شلت جزء من حق الله ولا ما شلته؟ يا ناس ده الشرك. طيب بالمفهوم ده في شرك ولا ما في؟ ده الجواب ظاهر، جيب اللي بعديه. طيب قال اذا كان الله في السماء هل يعني انه غير موجود في الارض؟ اي يا زول الله ما موجود يا اخواننا. شوف كونك تقول ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان ده كفر بالله. ليه؟ لانه الارض دي لو قلت في كل مكان، طيب الحمام مكان ولا ما مكان؟ هل بتقول كده؟ ما يا اخواننا ربنا فوق السماء، مش جوا السماء، فوق السماء في العلو ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال الرحمن على العرش استوى، لكن لو قالوا لك كيف تقول شنو؟ تقول زي ما قال الإمام مالك. الإمام مالك قاعد في الحلقة بيقري الناس، واحد قال له يا إمام ربنا قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك زعل وكان عنده عود بينكد به والأرض والعرق كتر من جبينه، ثم رفع راسه وقال الاستواء معلوم. الله في السماء دي عارفين، والكيف مجهول، كيف دي احنا ما عارفين، والايمان به واجب، لازم تؤمن انه الله في السماء والسؤال عنه بدعه. عشان الكلام ده كله ما يلخبط لك، بتلقى الناس بتاعنا الحوليات والرجبيات والكلام الزي ده يقول لك الرجبيه. الرجبيه دي شنو؟ احتفال بالاسراء والمعراج. مش يقول لك طيب تقول لي احكي لنا، تلقاهم عندهم دلقان اخضر وكذا والجماعه قاعدين، يقول لك دايرين نقرا الاسراء والمعراج كويس، يلا اقروا، تلقاهم قاعدين كذا. يقول لك وجاء جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه بدابه اما بالبراق دون البغل وفوق الحمار، يضع حافره عند اقصى طرفه حتى اتى بيت المقدس فوجد الانبياء فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم كويس. اها ثم ركب النبي صلى الله بالنوبه طبعا بالدلاليك، وداك بيكون ما جايب خبر. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق ثم صعد مع جبريل الى السماء فاستفتح السماء الاولى، قالوا من هذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد ارسل اليه؟ قال نعم. قال نعم مرحبا به ونعم المجيء جاء. قال فوجدت ادم عليه السلام فقيل سلم على ابوك، فسلمت على ادم فقال مرحبا بالاب الصالح بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم إلى السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم السابعة، فوجد إبراهيم عليه السلام فقيل هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه، قال فسلمت عليه.
قال فمرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال ثم صعدت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام، ثم شرعت كم في البداية؟ 50 صلاة. ثم لقي موسى عليه السلام فسأله فأخبره فقال اسأل ربك التخفيف فإن أمتك شنو؟ لا تطيق. فما زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام حتى قال الله عز وجل قد أمضيت فريضتي 50 في الأداء و50 في شنو؟ في الأجر. يقول لك الحمد لله انتهينا. طيب الله وين؟ ها؟ الله وين؟ مش قريت الإسراء والمعراج؟ أي كان ليه وين؟ يقول لك ما كان للسماء. طيب الله وين؟ ها؟ آه شنو؟ أنت هسي قلت الإسراء والمعراج كان للسماء. ده أقول لك الله وين؟ تقول ها؟ آه؟ أنت ذول بتلعب ولا شنو؟ عشان تعرفوا يا أخواننا الموضوع ده واضح. ما داير له ولا لعب ولا داير له لف ودوران. فهمت؟ ولذلك يا أخواننا الإنسان إذا اتبع الكتاب والسنة ولا بكون جايض، أمورك بتكون واضحة، دينك بيكون واضح، ما بتكون عندك شبهات ولا لخبط. طيب طيب ما معنى قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض؟ يعني أن الكرسي يا أخواننا أعظم من السماوات والأرض. السماوات والأرض أقل من الكرسي، والكرسي أقل من العرش، والله سبحانه وتعالى مستوى فوق العرش استواء يليق بجلاله. كيف؟ دي ما تخطها في راس. العلماء قالوا كل ما وضعت في ذهنك من صورة فإن الله بخلافه. عرفت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. طيب يا أسئلة متعنتة سايدي. طيب السؤال ده ما جاني لكن نجاوب عليه. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الإله معناها المعبود، كما قال الإمام ابن جرير الطبري، ده شيخ المفسرين، متوفى سنة 300 تقريبا 10 أو 20 هجرية. قال أي أنه معبود في السماء. اللي بيعبدوا منه الملائكة. ربنا قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويعبده الصالحون من أهل الأرض. ده المعنى بتاع العلماء. طيب قال في الإسراء والمعراج هل النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء والرسل وصلى بهم؟ نعم، وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال هناك من يقسم التوحيد إلى ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، هناك من يقول لا يجوز تقسيم، فما رأيه في ذلك؟ لو قلت له في الفقه الصلاة دي فيها أركان ولا ما فيها؟ فيها شروط ولا ما فيها؟ فيها سنن أو مستحبات ولا ما فيها؟ الوضو فيه فرائض ولا ما فيه؟ فيه واجبات، فيه سنن. التقسيم ده جاء من وين؟ في حديث؟ لكن العلماء بقوموا بيقروا، دي حاجة اسمها الاستقراء. يعني مثلا أقول لك الناس اللي قاعدين ديل ما بيمرقوا من 2، ما عندي دليل، لكن ده اسمه شنو؟ ده اسمه قراية للواقع. ها؟ أقول لك الناس اللي قاعدين ديل كلهم يا زول راسه مغطى بشي، يا زول راسه ما مغطى بشي. في حاجة ثالثة؟ تقدر تمرق لي حاجة ثالثة؟ ما بتقدر. في دليل؟ في آية؟ ما في آية ولا في دليل، لكن ده يسمى بشنو؟ الاستغراء والتتبع. وده زول جاهل الجابو ده، أنا قلت لك لو جاء بيفضح نفسه ساكت. في اللغة العربية الناس اللي بيقروم 7 أو 8 بيقول لك الكلام بينقسم إلى اسم وفعل وشنو؟ وحرف. جيب آية، جيب دليل. ولذلك ده اسمه يا أخواننا تتبع للآيات. تلقى الآيات اللي بتتكلم في العقيدة بتتكلم في الثلاثة مواضيع، جبتوها من وين؟ بقراية القرآن وتتبع الآيات اللي فيه. مثلا ربنا قال قل أعوذ برب الناس، ده ربوبية، ملك الناس، أسماء وصفات، إله الناس، توحيد العبادة والألوهية. فده الموضوع كده ما يلعب عليك. طيب قال كما نعلم أن السماوات 7 حديث بعد وجود الله، أين يوجد الله في قبل أن يخلق السماوات 7؟ ده جاوبنا عليه. تفسير الآية القرآنية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن يا أخوانا القرب دي بيسموها العلماء القرب والمعية، وهذا قرب. القرب هنا ده ما قرب حسي، وإنما هو قرب العلم والإحاطة والقدرة. العلم والإحاطة
والقدرة، إنه ربنا سبحانه وتعالى يأخذ روحك يتصرف فيك زي ما داير ربنا سبحانه وتعالى. طيب طيب، ربنا موجود ولا وجود يتقيد بزمان ولا مكان، ولا يعلم حقيقة وجوده إلا هو. نعم، إذا قاصد بالمكان إنه ربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى الأمكنة زي الأرض زي السماء زي كده، نقول لك كلامك صح. أما تجي تقول لي إنه ربنا سبحانه وتعالى، معلش ما تكورك. أما تجي تقول لي المقصود بالمكان إنه الله سبحانه وتعالى ما في السماء، ربنا في السماء. ربنا قال في سورة الملك ده قرآن، ربنا قال وإذا قرئ القرآن شنو؟ فاستمعوا له. ربنا قال أأمنتم من في السماء؟ من في السماء؟ قال كده منو؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أنتوا أعلم ولا الله؟ والله قال في السماء، تضحك؟ الله قال الله في السماء، وفي بمعنى على. الدليل ربنا قال هو الذي، الآية القبالة في سورة الملك، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا شنو؟ في مناكبها. حصل شفت لك زول بشق الواطة بيمشي بيتحد في مناكبها جوا يعني بالمكان كده؟ يا حالك إلا ما تقعد تلعب، انت عرفك باللغة العربية ما تلعب ساكت. والكلام اللي أنا قلته ده كلام بتاع الإمام مالك. الإمام مالك قال الكلام ده، الإمام أبو حنيفة قال الكلام ده، فهمت؟ وغيره من العلماء. في النهاية ده تهوي ساي ما بفيدك حاجة. طيب دي جاوبنا عليه. طيب في أسئلة هنا طويلة برضو، ما حكم ركعتين في آخر جمعة من رمضان وتسمى الرقعة؟ وراني لها الشيخ جبيل، قال لي قلت لي جماعة آخر جمعة في رمضان منا والعيد بيقوموا يصلوا بعد صلاة الجمعة، مش بيصلوا ركعتين، قالوا بسموها الرقعة. أنا ما عارف ترقع شنو يعني الرقعة دي. سؤال بسيط جدا، دليل شنو؟ لأنه ربنا قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. في دليل؟ ما في دليل يا أخي، ما في رقعة ولا حاجة. أي حاجة ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم دي بدعة. طيب، ما حكم صيام شهر رجب ثلاثة أيام في أوله، ثلاثة في أوسطه، ثلاثة في آخره؟ تصوم شهر رجب بالأيام البيض الاثنين والخميس، غير من الصيام المشروع ده ما فيه شيء. لكن تقول لا في ثلاثة أيام وفي 27 رجب، ده ما ورد. ولو ورد جيب دليل بس. طيب، هل تجوز الصلاة خلف من يدعو غير الله؟ زول بنادي الأولياء وكده، ما تصلي وراه ليه؟ ربنا قال في آخر آيتين من سورة المؤمنين، أنا قلت لك ما تكورك. إحنا شفت الباسم بتاعنا ده غير آية وحديث ما بيفهم، هنا ده غير آية وحديث ما بيفهم. جيب آية ولا حديث، أفتح المصحف سورة المؤمنين آخر آيتين، أفتح سورة المؤمنين. ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ده كلام منه؟ كلام الله. ودي في سورة شنو؟ سورة المؤمنون، يعني المؤمنون ما بيعملوا الشغل ده، فهمت؟ لو ما عندك أسكت، كلام الله أوعك تلعب معه. طيب، هل تجوز لبس التمائم مثل الحجاب؟ وده هو ما بتسوي لكش، بتسوي الآن شيل إذن من ناس الشرطة والناس المزولين وتعال ورينا حجاب شنو؟ أي فهم أنا بكمله لك، والله هنا أكتب لك معادلة كيميائية في خدك. ما تلعب علينا سايق، ده كله لعب ساكت. طيب، وشرك بالله، طيب بيحبط عملك. ما حكم قراءة راتب المهدي صباح ومساء؟ ما في دليل، ما ثبت بدليل، كله من البدع. طيب، ما حكم من يسيء ويستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ زول يقول لك الجلابية القصيرة أو اللحية أو الحجاب المرأة كامل، البستاز هذا ما بستاز بينا، دي عملت أنا؟ ده عمل منو؟ عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ده كلام منوه؟ ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الحجاب ده كلام الله في سورة الأحزاب، ربنا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعملن شنو؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن
فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما. طيب اللي بيستهزأ، ربنا قال قل أبالله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا أخ دار تلعب ودار تستهزأ دار تضحك، استهزأ بأي حاجة تانية، لكن ما تستهزأ بالدين، ما تستهزأ بالدين. هسي لو جزوا استهزأ بأبوك ولا بأمك ولا بأهلك بترضى؟ طيب كلام الله كيف ترضى يستهزأوا بهم؟ انت عندك مشكلة مع الزول ده، شيل قنايتك امشي افتح فيه بلاغ، حل مشكلتك معاه، لكن ما تدخلها في شنو يا اخوانا؟ ما تدخلها في الكتاب والسنة. طيب ده اخر سؤال، جزاكم الله خير. ونحن في النهاية كلامنا ده يا اخوانا ان شاء الله دايرين الناس يعني يلتزموا بالكتاب والسنة، وان شاء الله الأسئلة كثيرة والمحاضرات كثيرة، ما بعرف البرنامج عند شيوخنا. طيب طيب قال الله في السماء، معلش يا اخواننا بس نجاوب على السؤال ده ونختم. قال الله في السماء، قال لي في السماء الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه؟ قال كده منو؟ ما دقيقه اسمع اسكت معلش، انا سمعتك للنهايه. ربنا قال ده من ادب القران، الذين يستمعون القول فيتبعون شنو احسنها، ده من ادب القران. سمعت كلامك للنهايه، ما في حاجه يعني ما تزعل ولا تتنرفز، ونحن في النهايه كلنا دارين الحق. طيب قلت لي امنتم من في السماء أو الله في السماء فيات سماء. طيب هل الله في السماء في تفيد الظرفية؟ أنت هل تعلم في اللغة؟ لأنه ربنا قال إنا جعلناه قرآنا شنو؟ عربيا، يعني نرجع لجنو بعدين في التفسير جزء من بنرجع له اللغة العربية. أأمنتم من في السماء؟ في السماء جوا السماء؟ أنا قلت لك في ما معنى جوا، قلت لك في بمعنى على. الدليل الآية القبلية، ما مقتنع بكلامي جيب مصحف الآن. ربنا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا شنو في مناكبها، في مناكبها معناها على يعني فوق، فوق للأرض. هسه أنا بمشي فوق الأرض ولا جوا؟ فوق الأرض. في سورة التوبة ربنا قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. فسيحوا في الأرض يعني نبقى سمن يعني ولا كيف؟ نسيح جوا يعني، ولا فسيحوا في الأرض يعني أمشي على ظهر الأرض، معناها أمشي على ظهر الأرض. فلما انت تقول لي الله في السماء الاولى ولا الثانيه، اقول لك ربنا فوق السماوات. وفي قصه الاسراء والمعراج الرسول صلى الله عليه وسلم شرعوا عليه الصلوات يا اخواننا في السماء الاولى والثانيه والثالثه ولا فوق السماوات؟ فوق السماوات. ده الموضوع كده. جزاكم الله خير، السلام عليكم. وصية القحطان بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطان.